صباحكم زي وشكم. صباح النور على البنور. بس صباح الهنا والنعيم. طب روحوا جهزوا الفطار على ما ندهلكم. صباح العندليب والشعريه ام حليبه معلم. ايه الاخبار يا غراب البين؟ اه معلم امبارح حصل حاجات يعني غراب البين نفسه شعره شيب قبل ما يقولها. هات اللي عندك. البوليس يا معلم، البوليس شدد حلو علينا اليومين دول، امبارح قفش الواد حسن الجن. اه عشان كده فتوح قامه وسعد من القهوه. يا ريت ما قام يا معلم. ومين فتوح؟ لا سعد يا معلم. ليه حصل ايه؟ امبارح البوليس عمل له كمين وراقبه وقفشوه عند البيت نعمات. الله 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 الله، ايه الحكايه يا دونجل؟ هو الجو ماله قلب كده؟ مش عارف يا معلم ايه القلبه السودا اللي اتقلبت علينا دي. قريت في الجورنال ان في واحد نائب من البرلمان قدم استجواب لوزير الداخليه بيقول له في انه مش عاجبه شغله مكافحه المخدرات. نائب برلمان ويطلع مين ابن المؤذيه ده يا دونجل؟ مش فاكر يا اسمه معلم، بس هو الراجل اللي كان قفل البيوت اياها بتاعت الخبيزه بتاع كلوت بيه. كمان عاوز يعاكني على الناس من كل ناحيه. ده تلاقي فتوح متعاكني على الاخر. الا متعاكني يا معلم، ده الواد حسن الجن دراعه اليمين وسعد الازرق صاحبه وحبيب الروح بالروح واكبر زبون عنده. يا دونجل بس احنا بقى لازم نعمل الواجب، لازم نبعت لهم زيارات على السجن. والبنت اللي اسمها نعمات دي صاحبة سعد، شوفها لو محتاجة حاجة ابعتها لها على طول. ربنا يبارك لك يا معلمة، طول عمرك أبو الشهامة والرجولة والجدعانة كلها. دونجل سيبك بقى من ده كله واسمعني، أنا عاوزك تشوف لي حد كويس يتقص لي على الواد اللي ماشي ورا صبار اليومين دول. ليه يا معلم؟ طول لسانه عليك؟ كنت قطعت له لسانه. طب أمال إيه حكاية يا معلم فطمني؟ عمال يتحنجل ويتنطط لسماره والظاهر يعني واكل بعقلها حلاوه. ياكل بعقل مين حلاوه يا معلم؟ ده انت الكبير ومحدش يعرف يهاوب ناحيه الحته بتاعتك. انا هبعت واحد وراه يجيب لك اصله وفصله. تشكر يا دونجل. الفطار يا جاموسه اللي جوه. الو كيفك يا دونجل؟ شو اخبارك؟ شو اخبار معلمك؟ وينه؟ لهلأ ما نزل؟ ليش؟ نمسيت كحلي ولا شو؟ هي نموسية واحدة فنجرب ايه؟ دول عقبال عندك تلت نموسيات. المعلم بتاعنا بيخرج من تحت التلت نموسيات دول زي الشعر من العجيب. فنجرب ايه يا معلم؟ ماله بقدر انت يا ليش؟ احلى صباح. ايه التليفون الصباح البدري قوي قوي ده يا سفنجري؟ ايه اقول لي الاول، التفاح عجبك؟ الف هنا وشفا. الصندوق التاني هيكون عندك النهارده. قول لي يا ترى دريب اللي حصل؟ قفشوا حسن الجن وامبارح قفشوا المعلم سعد الاسود. ما انا منشان هيك بكلمك، سعاده البيت بيخبرك وقف الشغل هاي الايام. لا انا رح خبرك. لا يا سيدي، واحد من البرلمان مهيج الدنيا على وزير الداخليه، قال ايه بده يزود العقوبه على تجار المخدرات. ما بيعرف ان الشعب لو فاق ما رح يرحم حدا. اه طبعا يا حبيبي طبعا. يلا سلام. استغرب طلع لنا منين المؤذيه؟ وانا كنت ناقص ولا رأس الواد اللي عمال يتحنجل اليومين دول لسماره؟ يتحنجل زي ما هو عايز يا معلم، هيروح فين ولا يجي منين قدامك؟ ده انت الكبير، اؤمر انت بس واحنا نخلص لك عليه. ايه الفايده بس يا دول؟ ايه الفايده؟ كل ما يموت لها خطيب تحب واحد تاني غيري. عليا النعمه البنت دي مش عارفه مصلحتها يا معلم. وانا دول أنا عاوزك تشوفي إيه حكاية الواد ده بالظبط. ماشي يا معلم نشوف لك حكايته، بس هنعمل إيه فتوح ده كمان اللي نطيت لك زي اللقمة في الزور؟ فتوح مين يا راجل؟ تجننت يا دونجل؟ تحس إن فتوح ده كان صبي من صبياني؟ الله يعني كل من ركب الخيل بقى خيال. يا برضه العين تعلى عن الحاجب يا دونجل. عمرها ما تعلى يا معلم، ده أنت الكبير قوي ومن حق الكبير يتدلع والصغير يتراضى. بس انت مش شحتف عليها قوي ليه كده يا معلم؟ اه ناحيه شحتف شحتف يا دوب.
فيش واحدة بالصف الحايب زرقلت معايا زي صبارة دي. هو ده اللي أنا مستغرب له يا معلم. المعلم سلطان بعد ما يتجوز كل النسوان دي اللي لو وقفوا طابور يعملوا جيش مش قادر على بنت على يد. وانت قلتها بسالي أنا اتجوزت وطلقت جيش بالنسوان كان كل واحدة فيهم تتمنى نظرة حب منك. إيه اللي بتبقى بسالي؟ صحيح يا معلم صدق اللي قال الحب أقوى من عضة الكلب. عضة إيه؟ يبدأ المراف الساعة عضة إيه؟ أنت هتهوى معايا على الصبح؟ روح يا تشوف شغل عقبال ما يقفشوا بقية الفراخ. يا بنت يا سمارة أنت شمتانة وفرحانة فيهم ولا إيه؟ آه طبعا طول عمري بكره كارت المخدرات واللي بيشتغلوا فيها. والله ما صعبان عليا غير المعلم سعد بس. يا اختي خلاص يا بنت خليتي المعلم سعد ده حيالله حته صبي لا راح ولا جه. بس راجل جدع لما لعبت معاه كوتشينه ما رضاش ياخد الفلوس اللي كسبها مني. فاتلك الابعاديه يا نن عين امي. يا بنت الحته الصبي لا راح ولا جه لا يحصل المعلم فتوح ولا يحصل المعلم سلطان. الفلوس قامت كده على قلبهم. طلع عبيده مين يقولي قدامي امشي امشي ريح. بنت يا سمارة ما تقولي ليش نتمشاها تاني يوم ما انا تعبت. الحق يا بنت ده المنهل المعلول بتاعك مبدر وقاعد على القهوة اصله جاي ياخدني عشان اروح ارطن بالفرنساوي. ترطني بأي اختي؟ اه عشان ابقى زي بنت الزبات والاكابر. اه ازيك يا مدام عنيات؟ يا بونجوري اهلا وسهلا. بونجور سمارة. بونجور. عندك شغل؟ لا ما عنديش. تحب اروح باللبس ده ولا غير هدومي؟ لا يا غيره احسن. مش معقول هتقعدي قدام مدرسة الفرنساوي تربطي باللبس ده؟ ماشي ثواني. اوكي. ماله يا اخويا اللبس ده؟ ده الطقم اللي انت شايفه ده مكلفني دم قلبي شيء وشويات. ولا انت ما بيعجبكش لبسنا؟ لا انا ما اقصدش يا مدام. انا قصدي يعني ان اللبس ده مش هيريحها غير شكل بس. الشيشه يا بندق. ما انا قاعده يا اخويا اهو بالجلابيه مستريحه 24 قيراط. بقول لك ايه يا ابن الاكابر؟ ما تجيب من الاخر كده يا اخويا وتقول لي انت عايز ايه من سماره بالظبط. يضايقك ان سماره تتعلم ومستواها يعلى؟ ما هي سماره بتتعلم في القهوه كل حاجه. قول لي انت احنا هنستفيد ايه من العلم بتاعك اللي انت ناوي تعلمه لها؟ هتكتب عليها وتتجوزها ايه؟ ولا هتعمل لنا فيها زي الخيله الكدبه وتوقف حال البيت؟ صدقيني يا مدام انا كل غرضي مصلحه سماره. بقول لك ايه يا ابن الاكابر؟ انا صايعه قوي وبفهمها وهي طايره. هات من الاخر وبطل لف ودوران عليا فاهم ولا لا؟ طب ينفع ادفع تعويض عن الوقت اللي بتقضيه معايا في الدرس؟ تعويض؟ قد ايه يعني؟ ينفع 20 جنيه مثلا؟ يخرب بيت اهلك لا مؤاخذه يا اخويا 20 جنيه وساكت. طب ما تقول من الصبح. اصلي لا مؤاخذه انا بحب اشوف منظر فلوسك قوي. ايه بس سماره ما تعرفش. اوه سماره ما تعرفش ليه ده العادي؟ هي مش بتشتغل معاك ولا لا مؤاخذه عايز تشغلها سفلاقه؟ فيه على الصبح يا نهارك اسود ازاي ده يحصل ياد؟ امال انا بعتك نادورجي ليه؟ طب غور ده تكنيله في اخبارك السودا اللي زي وشك. ما اصطبحت بميل النهارده يا رب. ايه يا فوزيه؟ الله يخرب بيتك يا فوزيه. ايه
يا معلم. في ايه؟ مال وشك عامل زي طاجن ست كده ليه على الصبح؟ قفش ولا باندا يا معلم. ايه؟ بتقول ايه يا ابني؟ انت الكلام ده وازاي انت؟ لسه الواد متحكم كلمني في التليفون وقايل لي دلوقتي. النهار مش فايت، ما انا قلت يا جدعان نخف الشغل اليومين دول. يا معلم ده عملية خفيفة والدار أمان. أمان إيه بس؟ وإحنا ناقصين مشاكل. مشاكل إيه يا معلم؟ عيب عليك ما تقولش كده، ده أنت الكبير ووراك رجالة تفديك بأرواحها يا معلم. خلاص يا أخوي خلاص. خد المحامي وخد أكل معاك واطلع على الواد زمانه وفتان. واجب يا معلم. محكمة! فين حسن ابراهيم الشنواني الشهير بحسن الجن؟ انا هو يا سعد الباشا. فين سعد عبد الغني السيف الشهير بسعد الازرق؟ انا هو يا باشا. فين حنفي سيد ابو الليل الشهير بعربان؟ انا بريء يا سعد القاضي. حكمت المحكمه على سعد عبد الغني السيفي بالسجن 15 سنه مع الاشغال الشاق. لا خلاص مش هتصدق يا معلم. ما تنطق ياض وتبطل لك على الصوت. ده كام سنه؟ خمس سنين. يا سلام، شبهنا الواد ده اللي رحموه يعني. البركه في المحامي بتاعك يا سيد المعلمين، ده انت عندك افوكاتو مفيش زي في مصر. ياض انت يا حضرتك. انجل. اه معلم. انا مش عارف ليه انا مش مستريح لواد طلبان دول. ازاي بس يا معلم؟ دول رجالتي وصبايك هو اللي منقيهم وعلى الفرازه من على وش القفص. هما مش لما قفشوه ظبطوا معاه حشيش. ايوه معانا. طيب وسعد الازرق وحسن الجن زي يبقى ليه بقى عاملين خيار وفقوس في الاحكام؟ تقدر تفهمنا سيدهم دول؟ لا يا معلم مش خيار وفقوس، الفرق في المحامين يا معلم. هو في حد بيدفع المبالغ اللي انت بتدفعها لرجالتك يا معلم ولا المحامين دول؟ هو ده الفرق يا معلم، المحامي الكبير تبع المعلم الكبير. نعمات ازيك يا سعد؟ تعبك معايا يا نعمات. اقصى عليك، ما تقولش كده. طمني رجليك عامله ايه؟ لا دي كانت حاجه بسيطه، جرح سطحي، دلوقتي خفت وبقت زي الفل. الحمد لله يا اخويا، والنبي الود ودي كنت ادخل مكانك وتطلع انت بره. بقى الشر عليك يا نعمات. ربنا ما يحرمني من عاطفك ومن حنيتك. سامع الكلام الحنين اللي يروق الدم؟ مفيش كلمتين زي دول هيخففوا عليا الايام الغبره اللي انا عايشها دي. ليه يا راجل؟ هو انا مقصره معاك؟ طب انت من ساعه ما قفشوك وهي نفسي مسدوده عن الاكل، ما باكلش غير طقتين بس. عارفهم انا الطقتين دول، يوكلوا بلد بحالها. شفت الخلقه دي فين قبل كده؟ فين يا صالح؟ فين يا صالح؟ خرب بيت دماغك يا صالح. بقول لك ايه يا سعد؟ لو عايز حاجه يا اخويا قول لي واجيبها لك معايا الزياره الجايه. انا كفايه عليا اني اشوفك انا عمدي. بنت فريك عندي مش بالسهل. امال انا اعمل ايه يا اخويا؟ ما انت عارف ان ماليش غير ماني وحدانية. نفسي اكتب عليك قبل ما ادخل السجن. ما تشيلش هم بقى، اهم حاجه انت تاخد بالك من نفسك وبس. طمنيني بقى معلم فتوح عامل ايه معاكي؟ شهاده لله مش مخليني عايزه حاجه ابدا، كل بطلبه بيعمله. بيعمله ازاي يعني؟ بيجيلك البيت؟ نعم يجي البيت. ده ايه؟ معلمك بيفهم في الاصول كويس قوي وبيخاف على عرض رجالته، انا اللي بفوت عليه. بتفوت عليه فين يا وليه؟ جري يا راجل، دماغك راحت فين؟ عنده في المحل، وساعات ببعت له ابنك شلاطه، ما بيتاخرش عن اي حاجه بطلبها. انا هتجن؟ وانا لازم اعرف شفت الخلقه دي فين قبل كده؟ الزياره انتهت. سعد خد بالك من نفسك. وانت كمان يا نعمات. نعمات ما تنسيش، بيسلميني على كل حبايبنا. حاضر يا اخويا. ولو انهم ما يستاهلوش. انت الوحيده اللي وقفت جنب يا نعمات. شيل من دماغك يا سعد، ما تفكرش في حد، فكر في نفسك وبس. مع السلامه. هو الواد على باندا ده ايه؟ مقطوع ملوش اهل. الله علم علمك، اديك زي ما شفت اهو، من ساعه ما جينا المخروب ده ما حدش سال فيه. بس اللي انا اعرفه ان المعلم سلطان ده راجل جدع قوي مع رجالته. تلاقيه بس واخد على خاطره من اللي حصل. طب وهو ذنبه ايه؟
مدينة اهو انصح منه وتفشني. ولاد انت هو يا منين داهي؟ تعدل في كلامك يا جدع انت. لزمتها ايه طولة اللسان دي؟ انا كمان بشبه عليك. مش انت صالح ابو شفطوره؟ المعلم صالح ابو شفطوره، معلم معلمين كلوبيه والمناطق المجاوره. اهلا. هو انت ايه بقى؟ مسكوك دعاره؟ لا خفيف، انا مشرف هنا جنايات قتل من غير ما اخد بالي لا مؤاخذه يعني بدون قصد. لا حصل لنا الشرف والله. لا لا ده انت تبقى راجل مجدع. انت منين بقى؟ ايه ده انت ما تعرفش احنا منين؟ احنا من الدنيا. امال يعني هتكون من الاخره؟ من اي منطقه يعني؟ يلا ابو علي بسم الله. يا بندر ما تقرب من النار. لا الف هنا وشايفه على بدنكم. يا راجل قوم بر نفسك، ده انا عمال طبخها ما قراش عليها. تسلم ايادي الست نعمات وتسلم ايادي الست فتحيه، بس انا كده بقى شكل وحش. امو عمال هبقى عالي عليكم. اخص عليك يا جدع، هتبقى عالي علينا؟ انت طول عمرك عالي على بندر. بس من انا بستغرب له يا جماعه، هو ليه المعلم سلطان بيعاملني المعامله الجافه دي؟ يعني انا ما قصرتش معاه، وبعدين ما فتحتش بقي بكلمه كبرت في التحقيق. انت مؤاخذه متجوز على بندر؟ الحمد لله ربنا انقذني. انا لو كنت متجوز كان زمان مراتي دلوقتي بنت ليل وزمانها اتبهدلت بعد دخول السجن. بس المعلم سلطان طول عمره ابو الشهامه. ده كفايه اقوم لك افوكاتو الشيخ الفلاني خليك حط اقل حكم فينا. المفروض بقى تبوس ايدك في الشوطه. ما قلناش حاجه عن حسن. ابوس ايدي وسط وظهره وابوس كل حاجه، لكن برضه ما يصحش. لازم مره يجي يزورني، مره يجيب لي زياره ابر بيها نفسي واوفي جماهيركم اللي عليا. انت عارف يا لندن الراجل عايز يبقى بعيد عشان ما يشبهش نفسه. واديك شفت المكان عادي والبوليس اتسعر ونازل فينا عض. بس شايف انت الاكل ما بيحلاش طعمه غير في اللمه ازاي؟ صح فعلا الاكل يحب اللمه. القهوة يا ابو. انا عايز اعرف الجرع الافندي ده اللي كل شويه نطلق في القهوه زي فرع لوز، عايز منك ايه؟ بيحبني يا ابو. واخد الحب ده ايه؟ ما انت عارف اخرته ايه. طب وايه اللي مأخره؟ ما جاش ليه يتكلم معايا عشان اطقص عليه واعرف قصده من فصله؟ يوه يابا بقى اللي زي سي كمال ده محتاج حد يتطقص عليه. ده حتى الكتاب باين من عنوانه. وهيفضل معاك على الحال ده لامتى؟ لحد ما اعرف اتكلم والبس واكل بالشوكة والسكينة وارطن في الكلام عشان ابقى زي بنات الزواج كده. واشمعنى اختارك انت؟ اما عجاب يابا، بدل ما نقول الحمد لله وبعدين القلب وما يريد بقى. طب افرضي يا حلوه بقيتي زي ما بتقولي، ايه اللي هيحصل بقى؟ هياخدني لابوه وامه ويقول لهم هي دي اللي بحبها وقلبي شاريها. انت متاكده من الكلام ده يا بنتي؟ اصل شبان اليومين دول ما لهمش امان، وانا خايف يكون بيعمل كل ده عشان يجر رجلك ويلعب بيكي. فشر. انا ما حدش قدر يضحك عليا. ما اتخلقش لسه ولا نزل من بطن امه ولا هينزل يضحك عليا يا ده. انا سمارة. سمارة اللي بتهزلها ضرب شكامبة كله وهي بتعدي الشارع. المهم انت عرفت حاجة؟ ايه اللي عرفت يا معلم؟ امال وشك مخطوف قوي كده؟ لازم اتخطف يا معلم، اصلك لو مؤاخذة مش عارف الواد اللي غرقانة في حبه سمارة ده طلع ابن مين؟ هيطلع ابن مين يعني؟ ابن عم جيت بيه سالم يا معلم. عم جيت بيه سالم بتاع ايوه معلم بتاع مش ده اللي قفل بيوت الخبيزه في قيود بيه كلها؟ ايوه معلم، وفي اسكندريه واسيوط، وهو ده اللي موصي وزير الداخليه يشد علينا. هم الساعات البيع قال لك ولا ايه يا معلم؟ اه يا اخويا قال لي، بس انت بقى اللي ما سمعتش الكلام وطلعت الواد قربان ده في عمليه دخلته السجن. حظه كده يا معلم. المهم يا معلم الجدع ده سكته وقعر علينا قوي. يعني ايه؟
اسيبه يلهب في البيت مني؟ يا معلم يا معلم، ده لو انا منك ادفع له المهر واجر زماره واتحزم وارقص في فرحه على سماره. كتب يلا كتب. يا معلم انا عايز المصلحه يا معلم بس، وبعدين يعني الشغل ابدا من الحب يا معلم، وبعدين جمد قلبك شويه يا معلمه، انت كل ما الهوا يهزه كده هتشوف عزه. وبعدين يا معلمه ما انت الحمد لله يعني مستكفي من صنف الحرير. لا يا دوبل، لا 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 لا، انا سماره عندي بنسوان الدنيا كلها. ده كلام برضه يا معلم، بعد ما اقول الكلام ده كله تقول لي سماره؟ اه. خيلتونا الله يخيلكم. خديها. مش انت هلا اللي بتشتغل عند سلطان؟ ايوه يا معلم. مش فاكرني ياد؟ يعني شكلك مش غريب عليا بس طشاش كده يعني فاكرك. انا المعلم صالح ابو شفطورة، هلا. فتوت فتوات كلوبيه والمناطق المجاوره، مفيش بيت من بيوت الخبيزه ما دفعليش اتاوه. ما خلاص بقى يا معلم، البيوت دي استنكرت بالشمع الاحمر. البوليس استنكرها ليه؟ دي بيوت برخصه. الحكومه سحبت الرخصه، لغت القانون اللي كان بيصرح بيه. ولا لما اطلع هشتغل على مين؟ كنت يعني هتغلب يا معلم، البلد مليانه قهاوي، شوف لك قهوه ترقص فيها وتلم نقطه كده. ويانا خف دمك، وقعت اهلك سودة. الله خير يا معلم صالح، ما تقلقش، الراجل بيضحك معاك يعني، وفيها ايه؟ ما الرجاله كلها بترقص، ما المعلم سلطان كان بيرقص في القهوه بتاعت المعلمه عليات مع سماره. عليات؟ والله زمان عليات. ايه ده يا معلم؟ هو انت كنت تعرفها؟ عز المعرفة. اظن ما سمارة بنتها دلوقتي كبرت وبقت عروسة. عروسة؟ دي قلب المنطقة ومقعة رجالة ببعضها. هانت كلها يومين واشوف الدنيا من جديد. وهو انت طالع امتى يا معلم صالح؟ بدون مقاطعة بعد بكرة. أمانة في رقبتك يا معلم صالح، الله يبارك لك. أما تخرج بالسلامة وشفت المعلم سلطان ابقى اسأله، ما بيسألش على صبية ولا باندا ليه. أهلاً أهلاً يا عماد. أهلاً يا معلم سلطان. شبي كتر خيرك، ملوش لزوم. هاتلنا اتنين تمرين هند يا دوب. بس كده يا معلم، أوصل الهند وأجيبه وأجي حالاً. تروح تزوري سعد. بيبعت لك السلام يا معلم في كل الزيارة. هو عامل ايه؟ النقد بتاعه اتقبل، بس احنا عايزين له محامي كويس يا معلم. الله، ليه المحامي بتاعه راح فين؟ عمل اللي عليه وزياده ولسه ليه فلوس. بصراحه بقى القضيه دي شطبت على القرشين اللي كان سعد شايله. ولا تشيل اي هم، انا هبعت له المحامي بتاعي، راجل شاطر وعنده ذمه وضمير، والاتعاب كلها عليا. ربنا ما يحرمنا من كرمك وشهامتك يا معلم. ليه هو فتوح ما عملش حاجه؟ الشهاده لله، عامل اللي عليه وزياده، ده انا كل ما بحتاج حاجه بروح له جري. انا كمان تحت امرك. او بالمناسبه لما تروح تزوري سعد يبقى عد على الواد قلباند وخدي له معاك الزياره، لا يقول ان انا رميت وما سالتش فيه. وخدي معاك لحمه كتير وفراخ، حكيم الواد ده ديني قوي وبيحب الاكل. وانت خارج دلوقتي خدي معاك صندوق فاكهه اديهوله. ما نتحرمش منك يا معلم. بعدين يا ابو علي، انا هفضل استناها كده كل اسبوع مره. صورش قلبي بيولع ازاي لما تسيبني وتمشي. ايه معلم سعد ده عاطفي قوي. طب لما انت بتشحتف عليها كده يا معلم سعد ده قوي للدرجه دي، ما اتجوزتهاش ليه؟ ومين قال لك؟ احنا كنا متفقين اكتب عليها واخدها ونطلع السويس نقضي شهر العسل، وبعد كده نطلع على اسكندريه. من اسكندريه عالسجن. انت بتتريق على باندا؟ على باندا ده باين عليه غفل، ما جربش اي حاجه في حياته. الله الله الله، طب بتغلط ليه يا ابو علي؟ هنيجي على الاخر ونغلط في بعض؟ يا عم ما تبقاش قتل، احنا فيها مغامره بقين بنضحك بيهم بعض. انا بصراحه ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. هنعمل ايه يعني؟ ادي الله واضح حكمته، وشفنا السجن وشفنا دخلته. لا يا باندا، انا مش لازم اسلم لمصيري من ايل ده.
انا لازم اشوف لي طريقه اخرج بيها من هنا. طب خدني في ديلك يا معلم سعد. انتوا يظهر جالكم لطف، السجن لحس عقلكم الغدر. بلاش الكلام اللي هبط الواحد ده. انا بس مش عايزكم تحلموا جامد قوي كده. وايه رايك بقى ان انا ممكن امخمخ كده واطلع لي فكيره تخلصني من الليله السوداء دي؟ او 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 عشم ابليس في الجنه. يا ما تبقاش نكدي بقى، سيب المعلم سعد يفكر. دماغه في الموضوع ده منوره قوي. يا سلام، ولما هو دماغه منوره قوي والعلم نور، مسكول ايه؟ وحياة شبابي، ازعل منك يا دودو. قولي بقى ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا ست عليا؟ جرالك ايه يا منيل على عينك؟ انت هتعملهم علينا ولا ايه؟ ما تنطيض على الصبح قبل ما المعلم يخرج بالاستراحه. فيها معلمين، انتوا عايزين توقعوا بيني وبين المعلم ليه على الصبح؟ يعني هو لسه حاطط الموكوسه دي في دماغه؟ هو يعني كان امتى شالها من دماغه؟ ما طول عمره حاططها في دماغه وقاعده في قلبه متربعه وبتلعب كوتشينه كمان. يا بتبتي السودا، يعني ناوي عليها كمان؟ من ناحيه نيه المعلم اطمني ناوي، بس هي توافق وهو يفرش لها الارض ده. وهي يعني مش موافقه ليه بنت الرفضي؟ خبر سعيد يا معلمه، قلبها مشغول بحد تاني. يعني من الاخر كده، طبلي يا ام ناجي على ما تحزم واجي. ايوه كده يا ولا، قول لنا الاخبار الحلوه دي. يسلم فمك. قول لي يا دنجل، بص اعمل لك الاكله اللي بتحبها، اي حاجه انت عاوزها، بس قول لي انت متاكد من الخبر ده؟ زي ما انا متاكد ان انتوا الثلاثه كده على ذمه المعلم، واللي في ايدك دي كوسه مش خيار. انت هتنق وتفول علينا على الصبح يا واد انت؟ احنا هنفضل على ذمه المعلم طول ما العقربه دي بعيد احنا عن لجعتها. يا اخوانا، هي البنت جت جنبكم ولا عملت لكم اي حاجه، ولا جابت سيرتكم ولا دست لكم على طرف لمؤاخذه؟ يعني بقول لكم ان القهوه مش جاي سوا هي والمعلم. لا ده انت تستاهل حلاوه على الكلام ده يا واد يا دنجل. استاهل حلاوه على ايه يا صباح؟ ولا معلم؟ اصلي يا معلم، الواد دنجل بيقول ان البوليس شدد حاله اليومين دول، والحمد لله الحمد لله ان هو ما جاش جنبك. بوليس استجري يقرب ناحيتي؟ انت مجنونه؟ يقرب ناحيتي ليه؟ ده انا راجل فكاري ما ببيعش غير الفاكهه وبس، وحسب التسعيره كمان. بالصلاه على النبي عليك يا معلمه، يعني هتلبس البوليس زماره وتخليه يتحزم ويرقص في الحاره؟ معلوم. طب ياض هورس بقى انت، يلا ماشي. معلم انا عامل لك كوسه كوسه. طيب. وانا حاشيه لك محشي. طيب. وانا جايبه لك دكر. دكر غيرك؟ بقول لك ايه يا اخويا، هي دي قهوه المعلمه عياد؟ يلزم عياد واخدها. هي المعلمه فين؟ القمر اللي قاعد منور هناك ده. عواف يا معلم. يعافيك يا شاب، اموري ايها خدمه. انا نعناع من طرف المعلم سعد الازرق. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تعالي يا اختي اتفضلي اقعدي. حاجه بارده يا وادي يا بندق. تسلم يا اختي. معلم سعد، هو كان في اختي راجل زيه في الحته قطع بينا. انا كنت عنده في اخر زياره في السجن، بيقول لك ان في واحد اسمه المعلم صالح ابو شفطور. يا لهوي، جراله ايه صالح؟ ماله يا اختي؟ لا يا اختي ما تخضيش، ده هو ان شاء الله خارج بكره. ايه بتقولي ايه؟ يا وشك اللي زي الورد، يا بشرتك اللي تشرح القلب، يا فرحتك يا عليا. وبيقول لك يا اختي عايزك ان شاء الله بكره تعملي له زفه كبيره قوي. زفه بس؟ ده انا هعمل ليله لاهل الله، وهعمل له حته دين زفه ما اتعملتش لايتها لومانج في الدنيا دي كلها. ايه يا ابو نور؟ ايه الموضوع المهم اللي انت عايزه؟ موضوع في منتهى الخطوره يا سعاده الباشا. اتكلم على طول، عايز تقول ايه؟ سعد يا سعاده الباشا. سعد مين؟ المعلم سعد الازرق تاجر المخدرات. ايوه ماله؟ ناوي على الهروب. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ هو بذات نفسه يا سعاده الباشا، وعاوزني انا وحسن الجن نهرب معاه. وحسن الجن رأيه ايه؟ خده تحت واطه وطواه وهيهرب معاه. وما
تعرفش ناويين يهربوا امتى؟ لسه يا سعادة الباشا لسه. سعد عمال يقلب الخطط في دماغه لحد ما يقع على الخطه اللي هي ويقول لنا على كل حاجه. شوف يا لبنده، انت تسيب واوعى يحس انك انت مش معاه. بس انا خايف يا سعادة الباشا. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف لحد منهم يعرف ولا يدرى ان انا خليت بيهم وفتشت سرهم. دول كانوا يقطعوني يا باشا. جوه السجن؟ دول ولاد ابانسة يا سعادة الباشا، شياطين ايديهم طايله في كل حته. لا اطمن، الكلام اللي انت قلته ده مش هيطلع بره، بس انا عايزك تسيرهم وتعرف منهم كل حاجه وتيجي تبلغني اول باول. سي فورميدابل. مش بطال. سي كمال، سي كمال، ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ مش احسن من اللي بتعملي في شعرك كل مره؟ اخس عليك يا سي كمال، وانا ماله شعري يعني. بقول لك ايه؟ هتوديني فين؟ احنا هنروح الاول ناخد درس الفرنساوي وبعد كده انا عازمك على الغدا. ايه حكاية الأكل معاك يا أخويا؟ هنقضيها كلها عزومات، ما أنت كل يوم بتعزمني. لا، المرة دي بقى عزومة خاصة. سبيسيال يعني؟ أيوه، برافو عليك. طيب، على رأي الواد بندق، العزومة دي بقى هتبقى فين يا قشطة؟ أوروفار مسيو جان. ما تسلمش على الراجل، النبي ياخدك كتر خير. كابوت سيرفي. بقول لك ايه؟ انا ما بحب الشغل القمص ده. طب يلا ابتدى. طب مش هركب بقى غير لما تقول لي احنا معزومين فين. اولا انا ما بحبش الاشتراطات في الكلام ولا التهديد، ثانيا انت اللي معزومه مش انا. يعني ايه؟ هروح لوحدي؟ لا طبعا يا حبيبتي هاجي معاكي. يعني هتوصلني وتسيبني عند ناس غرب؟ يا حبيبتي انت معزومه على الغدا عندنا في البيت. واهلك دول جنسهم ايه يعني؟ ايه السؤال الغريب ده يا سمار؟ ثم انا مش هعرفك عليهم على انني سمار. انت كمان هتغير اسمي؟ انا هعرفهم ان انت عزه زميلتي في الجامعه. يا لهوي، كده خبط لزق. ايه خبط لزق دي؟ مش قلنا نختار الفاظنا؟ يوه يقطعني. بردون. ايوه شفتي بقى بردون طالعه منك حلوه ازاي؟ انت اسمك ايه بقى؟ وزه. في وعيده في الجامعه اسمها وزه. وعندنا بطه وعندنا حمامه وعندنا كل الحاجات دي. طب بلاش حكايه الطيور دي، انت اسمك عزه. ماشي عزه. بلاش حكاية ماشي دي. طب انت عايز نقول ايه؟ قولي داكور، اوكي، مفيش مانع، موافقة. بقولك يا سي كمال، هم اهلك يا اخويا نمكيين قوي في الكلام كده. في ايه يا حبيبتي؟ هم الناس اللي بيتكلموا كويس يبقوا نمكيين؟ لا يعني هم زي بتوع البشوات كده اللي احنا بنشوفهم في السيما كده وحاطين مناخيرهم فوق وعاملين كده. انتوا ليه واخدين فكرة وحشة عن البشوات؟ البشوات اللي بتشوفهم دول بشوات سيما، مش بشوات حقيقيين. المهم تفتكر اللي قلت لك عليه. حاضر، مفيش مانع، داكور، اوكي، بردون، حلوين كده بالصلاة على النبي صح؟ كويس، بلاش كلمة أنا جديدة هو. ها؟ حاضر. عموما خلي كلامك على الهبد. ها؟ يعني إيه؟ أفصله؟ يلا يلا يا عبد. إيه يا سمارة خشي، بس كده ليه؟ خش. اتفضلي. مدفونين بالحياه. طب اتفضلي اتفضلي. اديهم خبر يا عبدو.
بقول لك ايه، ابوك وامك فين؟ اسمهم مامتي وبابايا، او والدك ووالدتك. يا اخويا خلي بساط احمدي، احنا كلنا اولاد تسعه. امال انا جايبك هنا ليه؟ اه صحيح، انت جايبني هنا ليه؟ اتفضل يا سمر. ماشي، فسحني في الشقه بتاعتكم. اتفسحني. ايه ده يا سي كمال؟ هي دي التصوره بتاعتك وانت صغير؟ انا كنت اسود كده يا سماره. طب والنبي شبهك. طب اتفضل. هي ايه دي؟ دي شوكولاته. اخد واحده؟ خدي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انا هاخد واحده عشان امي وعشان ابويا والواد بندق. الواد ده غلبان قوي قوي، بيحبك قوي سي كمال. هو ابوك وامك هيتاخروا تاني حالا. امي هتفرح بالشوكولاته فرحه. يا لهوي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا اخويا فلوس ايه اللي انت عايزها على الصبح؟ مش كفايه عايش علينا سفلقه اكل وشرب ونوم ببلاش؟ حتى الخمرة اللي انت بتدفعها كده ببلاش وجاي تطلب مني فلوس؟ بلا حرق دم ووجع قلب بقى على الصبح. الله، يعني ايه بقى؟ عايزين امشي كده ما تمشي كده ولا مليم؟ انت عارف انا مسعود شواربي ده. بلا شواربي ولا حواجبي، فلقتنا بيك وباهلك. بقول لك ايه، ما تروح لاهلك تطلب منهم فلوس يمكن يدولك. مش هقدر اهوي حياتهم دلوقتي. ليه يا الدلعان؟ مستعر مني يا متعوس؟ ما انت يا اخويا اللي جريت ورايا بالمشوار واتجوزتني كده. طب ما علينا، هاتي بقى 5 جنيه. نازل ايدك، 5 عفاريت لما يلبشوا في جدتك ما يطلعوش ابدا. ايه يا راجل، انت بتاخد الفلوس تعمل بيها ايه؟ هو الراجل يبقى له قيمه لو في جيبه فلوس؟ اه، ده الراجل اللي بحق وحقيقي، مش اللي عايز سفلقه على حس مره. الراجل اللي بجد يا متعوس يبقى فهلاوي، يجيب فلوس من الهوا كده، مش زيك عامل زي خيال المقاتة مالكش اي لازمه. بقول لك ايه يا متعوس، ايه رايك يا اخويا تيجي تشتغل معانا هنا في القهوه؟ ليه؟ هترقصيني معاك انا كمان؟ لا يا الدلع عادي، هخليك تسيق القهوه كلها، على الاقل تبقى بتشتغل. اسمع يا متعوس على خيب الرجا، النهارده بالذات عايزه مزاجي يبقى فل رايق قشطه، لو عكنين تاني هجيب دماغك نصين. اصل النهارده صالح حبيب القلب طالع من السجن. اه يا صالح. الله، حلوه قوي تسريحه شعرك دي يا عزه، فورميدابل. انت بتروحي عند انهي كوافير؟ نسيت اسمه ايه؟ كمان؟ انت قلت لي اسمه جان؟ اه هو ده، بس انا لسه بروح له طازه. ده الكوافير بتاعي اللي انا بروح له انا وماما. معقوله؟ امال ابن الهرمه مش مصلح لها شعرها زي ليه؟ على فكره الكوافير دي مش مظبوط، ما تقولهاش هناك تاني. حاضر. الشوليك بتاعك وحش قوي. ايه؟ الشوليك. شوليك ايه؟ اسكتي اسكتي، ماما جايه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عزه؟ انشانتي دو كوناتر، نورتينا. لا ما فيش مانع. اتفضل اتفضل اسيبو. على فكره ماما عزه زميلتي. ميرسي. كمال بيقول انك انت شاطره قوي. دكور حلو كده. عن ايه موضوع رسالتك في الماجستير يا عزه؟ موضوع رسالتي؟ ايه موضوع رسالتي؟ لا دي عزه مختاره موضوع قوي جدا، الاثر الاجتماعي على الانسان المصري في العصر الحديث. ده موضوع صعب قوي، جبتش حاجه من عندي؟ هي بتقول لك موضوع صعب قوي. يا حبيبتي ما تتخديش كده، شوفي بقى هي عندها حق، اي انسانه شاطره زيها لازم تختار موضوع صعب زي ده. يظهر ان بابا وصل صوت عربيته. لكن ما قلتليش يا عزه، ازاي لغايه دلوقتي ما اتجوزتيش وانت شابه وجميله ومركز وبنت ناس كمان؟ ده انا جالي عرسان يا يا ماما عزه مركزه في الدراسه والعلم بس. ايوه حبيبي، بس اخرتها يعني اي بنت
اخدتها بيتها وجوزها واولادها، احنا الستات اتخلقنا مخصوص عشان كده. لا يا ماما، دي النظره القديمه للمراه. كلام امك مظبوط. طب هي المراه فينا اتخلقت غير لجوزها وبيتها وعيالها؟